بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا إن شاء الله نستكمل اليوم المحاضرة الثانية من مسار Diagnostic Pathology. إحنا تكلمنا في المحاضرة السابقة عن بعض الـ Definitions والتعريفات، وثم ذكرنا نبذة عن النورمال مايكروبيوتا، وقلنا إنه هي عبارة عن بكتيريا بتعيش حياة طبيعية في بعض مناطق جسم الإنسان، سواء كان على السطح أو في الداخل، وهذه البكتيريا لا تسبب أمراض للإنسان، بل إنه هي في بعض الأحيان تقدم فوائد للإنسان، وذكرنا هذه الفوائد وقلنا إنه هذه البكتيريا هي مفيدة، بس بشرط أن يكون الإنسان يعني صحته طبيعية وقوية، وفي حال أنه هو جهاز المناعة عنده يعني تراجع أو حدثت ظروف مرضية عنده، فممكن أنه هذه تنقلب إلى انتهازية opportunistic pathogens وتسبب أمراض للإنسان. اليوم إن شاء الله أنا رح نستكمل المحاضرة، بس قبل ما نستكمل احنا يعني عشان التواصل يكون اسهل ما بيننا، اللي امامكم هذا اللي هو الايميل تبعي، بامكان الطلاب يعني يبعثوا رسائل من خلاله عن استفساراتهم وعن يعني طلباتهم يعني وما يلزم من تواصل معي. هاي الايميل اللي هو امتداده تبع كليه العلوم والكليه الجامعيه للعلوم والتكنولوجيا، وما فيش مشكلة ممكن نتواصل عبر هذا الإيميل. المحاضرة السابقة توقفنا عند الـ Severity or Duration of a Disease، والمقصود فيها قديش بتكون المرض حاد وقوي على الإنسان وقديش بيستمر. فبدنا نتكلم عن السيفيريتي الحدة والضراوة للمرض والاستمرارية لهذه الأمراض. قبل ما نذكر هذه الأشياء بدنا نحكي شوية تعريفات عشان إحنا نكون يعني فاهمين عن إيش بنتحدث. في التعريف الأولاني اللي هو الأكيوت ديزيز، الأمراض تنقسم إلى ثلاثة أحوال بما يخص جسم الإنسان، علاقتها بجسم الإنسان. القسم الأولاني بيكون في عنا acute diseases، وهذه الأمراض بتكون بتتطور سريعا في جسم الإنسان، ولكنها يعني تأخذ وقتا قصيرا بالمقارنة مع غيرها من الأمراض، بتكون حادة وقوية ولكن المدة الزمنية بتكون قصيرة، ومثال عليها اللي هو مرض الانفلونزا. زي ما تعرفين مرض الانفلونزا ما بيكونش يعني مدته طويلة نسبيا كباقي الأمراض، ولكنه في الأعراض حاد وقوي. في مثال آخر اللي هو التشيكن بوكس أو مرض الجدري عند الأدلتس، عند البالغين بيكون هو من ضمن الأكيوت ديزيز. في عندنا النوع الثاني من الامراض اللي هو الكرونيك ديزيز، وهذا الكرونيك ديزيز ديفلوب مور سلولي، بيتطور ببطء ابطا من الاكيوت، والبادز رياكشن مي بي ليس سيفير، ما بيكونش حده المرض بالقوه اللي هي موجوده في الاكيوت، وبط ديزيز از لايكلي تو كونتينيو اور ريكيور فور لونج بيريود. لكن ما يميز الكرونيك إنه هو بيستمر مدة أطول من الأكيوت وممكن يرجع في فترات مستقبلية. إذا في عندنا الأكيوت ديزيز وهو مرض أعراضه حادة وقوية، يستمر فترة بسيطة ثم ينتهي، ومثال عليه التشيكن بوكس عند البالغين مش الأطفال، ومرض الإنفلونزا. الكرونيك بيكون أعراضه أقل حدة ولكن يستمر بصورة أطول وممكن هو يتكرر حدوثه في المستقبل. المثال على الكرونيك ديزيز اللي هو انفكتشوس مونونيوكليوزيس توبركولوزيس والهيباتيتس بي، هذه يعني أمثلة على الكرونيك ديزيز.
السب اكيوت ديزيز، السب اكيوت ديزيز هذا بيكون يعني ما بين الاثنين، هو يعني يقع في منتصف الطريق ما بين الاكيوت والكرونيك، وهذا بيكون اعراضه برضه بتكون يعني في المتوسط، ومثال عليها سب اكيوت سكليروزنج بان انسيفالايتس او التهاب الدماغ. يعني احنا النسبه لتصنيف الامراض بما يخص حدتها والديوريشن تبعتها تنقسم الى 3 اقسام. القسم الاولاني وهو الاكيوت فترته قصيره ولكن اعراضه حاده، الكرونيك فترته طويله واقل حده من الكرونيك من الاكيوت، والسب اكيوت يقع ما بينهما. في عندنا التصنيف الثالث وهو اللاتنت ديزيز. اللاتنت ديزيز is one in which causative agent remain inactive for a time but then become active to produce symptoms of the disease. An example shingles and one of the disease caused by varicella virus. اللاتنت ديزيز هو بكون كامل، لاتنت خفي وبكون كامل، بيكون الكوزيتيف ايجنت او المسبب للمرض هو ان اكتيف فور تايم، ولكن بيرجع بيحدث المرض ويسبب اعراض في حالات برضه تراجع جهاز المناعه في جسم الانسان، وبالتالي بتظهر هذه الاعراض، لكن هو في الامور الطبيعيه هو بيكون لاتنت ولا يسبب اي مشاكل خلال حالة الركود والكمون اللي بتكون الفيروس أو البكتيريا موجود في داخل الجسم. يبقى اللاتين ديزيز هو يعني الحالة بيكون غير مصاحب إلها أي أعراض نهائيا، ولكن المسبب للمرض موجود، يعني يأخذ ويستغل الفرص في حال تراجع جهاز المناعة. وهذه في الصورة أمامنا اللي هي أعراض لإعادة ظهور الفاريسيلا فيروس بعد ما كان كامن لفترة طويلة. نيجي للإكستنت أوف هوست انفولفمنت. بقول لي infection can also be classified according to the extent to which the host's body is affected. هنا بيتكلم عن إلى أي مدى يتم انتشار البكتيريا في جسم الإنسان في عملية حدوث المرض، يعني خلال وجود المرض البكتيريا اللي موجودة هل هي بتكون متموضعة في مكان واحد، هل هي متموضعة في عدة أماكن، هل هي منتشرة في كل جسم. وبالتالي احنا بنفهم الانفكشنز، البكتيريا انفكشنز اللي بتكون موجودة هي ايش السلوك اللي بتسلكه في داخل جسم الانسان بما يخص مكان تواجدها وانتشارها في داخل جسم العائل. في انواع من الانفكشنز، النوع الاولاني اللي هو لوكال انفكشن. اللوكال انفكشن بيكون هنا is one in which the invading microorganism are limited to relatively small area of the body. البكتيريا هنا بتكون يعني محصوره في مكان معين، مكان محدد، وما بتتوزعش في باقي أنحاء الجسم، والمثال عليها زي البويلز والأبسس الخراجات والدمامل. النوع الثاني اللي هو systemic أو generalized infection. systemic أو generalized infection هي بتكون infection تصيب جسم الإنسان والأجهزة بشكل عام، عشان هيك سميناها generalized، والميكروورجانيزم بينتشر في الجسم من خلال البلاد والليمف، من خلال البلاد والليمف بيبدأ ينتشر في جميع أنحاء جسم الإنسان، ومثال عليه الميزز. الفوكال انفكشنز النوع الثالث اللي هو الايجنتس انتر بلاد اور ليمفاتيك فيزل اند سبريد تو اذر سبيسيفيك بارتس اوف ذا بودي. يعني الفوكال انفكشن هو بيكون بيصل الميكروب الى البلد والليمف وينتشر، ولكن بعد انتشاره هو بيصل الى مناطق محدده، يعني هذا بعكس الجنرالايز، هو جنرالايز يبقى منتشر في جميع انحاء الجسم، لكن الفوكال انفكشن بيخش وبينتشر، لكن في الاخر يتم حصره في مكان واحد او هو يحصر نفسه في مكان واحد في داخل الجسم، فبسموه الفوكال انفكشنز. الفوكال انفكشن كان ارايز فروم انفكشنز ان اريا ساتش از تي tonsils or sinuses.
يعني بكون مصدره مكان محدد في الجسم زي الأسنان واللوز وعندما تلتهب والأمور هذه. في عندنا النوع الرابع السبسيس. السبسيس is a toxic inflammatory condition. هو toxic inflammatory condition اللي هو التهاب تسممي arising from spread of microbes بينتج عن نتيجة انتشار الميكروبات في الجسم especially bacteria or their toxins from focus of infection. يعني هنا المقصود في بكون في عندنا focus of infection يعني infection محددة في مكان واحد. هذا المكان بيتم إصابته بالبكتيريا وبتبدأ البكتيريا تنشر بعض السموم أو هي تنتشر من هذا المكان وبيكون الأعراض هي toxic inflammatory condition والتهابات ناتجة عن تسمم نتيجة أنه هو الميكروب موجود في بؤرة معينة وينتشر فيها منها إلى باقي الجسم. فاللي بيميز هذا النوع إنه هو التبعات تبعته إنه إحنا بنسميها toxic inflammatory condition. toxic inflammatory conditions. النوع الخامس اللي هو septicemia. septicemia also called blood poisoning أو تسمم الدم وهو حالة بيكون فيها systemic infection طبعاً لأنه هو وصل الدم وصل للدم يبقى هو systemic infection. اللي بيحدث نتيجة إنه الميكروب ذات نفسه بيكون بيتكاثر وملتبلاي في البلد نفسه. والسبتسيميا هي common example of sepsis لأنه السبسيس إحنا قلنا بيبدأ حدوثها من focus infection. هنا focus infection في البلد ويبدأ بينتشر الميكروب أو سمه في الجسم وهنا الانتشار كان الفوكس انفكشن كان في الدم والانتشار برضو للسموم كانت في الدم وبيبدأ الدم يوزع هذه التوكسينز في أنحاء الجسم أو تؤثر على مناطق معينة في جسم الإنسان. يبقى السبتسيميا هي نوع ومثال على السبسيز. يبقى في عندنا إحنا بما يخص إلى أي مدى ينتشر الميكروب في داخل جسم الإنسان حال حدوث حالة مرضية. اللي قلنا انه في local infection وقلنا في systemic infection وفي focal infection والسبسيس والسبتسيميا وفي حالة اسمها بكتيريميا اللي هي وجود الميكروب في الدم. واحنا دائما لما بيكون في عنا اللاحقة ايميا هذه اللي لاحقة ايميا هذه بيكون احنا بنتحدث عن الدم. فلما بنقول بكتيريميا يعني وجود بكتيريا في الدم وبالتالي احنا اللاحقة ايميا هذه بتحدث فيها عن اللي هو وجود المشكلة في الدم نفسه. توكسيميا نفس الشيء هو وجود توكسينز في البلط وهذه الحالة زي حالة التيتانوس. وإذا كان نحكي عن وجود فيروسات في الدم فهي المصطلح اسمه فيريميا. يبقى معناته أنا لما بقول بكتيريميا يعني وجود بكتيريا في الدم، لما بقول فيريميا يعني موجود الفيروسات في الدم، ولما نقول توكسيميا يعني موجود توكسينز سموم اللي هي إفرازات البكتيريا في مجرى الدم أو في سائل الدم. نيجي للستيت أوف هوست ريزيستنس also determine the extent of infection. وهذا طبعا شيء أكيد، هو بيقول لي إنه الحالة الصحية للهوست هي اللي بتحدد الـ state of infection أو الـ extent of infection. وهذا أمر طبيعي، إذا بيخش ميكروب أو مجموعة من الميكروبات إلى جسم الإنسان وتحدث مرض، لو دخلت نفس المجموعة إلى إنسان آخر ممكن تكون الأعراض أكثر حدة أو أقل حدة، وذلك يعتمد على الحالة الصحية، حالة جهاز المناعة، التغذية، العمر، الستريس، الأمور اللي بينتج عنها وضع صحي عام. هذه الأمور هي اللي بتحدد إلى أي مدى الأعراض بتكون قوية وإلى أي مدى المرض بيكون extended. وبالتالي مش بالضرورة إنه ميكروب يعني أو مجموعة من الميكروبات دخلت وهي نحن نعرف إن هي بتسبب الأعراض الفلانية إنه حدة الأعراض تكون عند جميع الناس بشكل متساوي، وإنما تختلف باختلاف الحالة المرضية أو الحالة الصحية اللي بيكون عليها في ذلك الوقت الهوست. في عندنا
بيتم تقسيم الانفكشنز الى عده يعني انواع. في عندنا برايمري انفكشن، وهذه از ان اكيوت انفكشن ذات كوزز ذا انيشيال ايلنس. البرايمري انفكشن هذه اكيوت انفكشن ذات كوز ذا انيشيال ايلنس اللي هو اللي بتسبب الحاله المرضيه الاساسيه. في سكندري انفكشن اللي هي از وان كوزد باي اوبورتونستيك باثوجين افتر ذا برايمري انفكشن هاز ويكند ذا بوديز ديفنس. احنا بنتكلم هنا عن السكندري انفكشن او الاوبورتونستيك انفكشن. اوبورتونستيك انفكشن المقصود فيه اللي هو الانفكشن الانتهازي. اوبورتونستيك يعني انتهازي. ايش يعني انتهازي؟ يعني بيكون ميكروب هو بالاساس يعني ضعيف، لا يستطيع انه هو يعني يسبب اعراض مرضيه حقيقيه للهوست. ولكن وقتش هو بيستطيع ويتمكن من ذلك؟ لما الهوست بيصاب ببكتيريا اخرى، وهذه البكتيريا بتحدث اعراض، وجهازه المناعي بيتوعك، والصحه العامه بتتراجع. في هذه الحاله الاوبورتونستيك انفكشن او السكندري انفكشن بيستغل الموقف وبيبدا يعمل مشاكل اضافيه فوق البرايمري انفكشن. هذه بسميها السكندري انفكشن او الاوبورتونستيك انفكشن او اوبورتونستيك باثوجين، هي اللي بتعمل اللي تنتهز ظروف معينه بتمر على جهاز المناعه في جسم الانسان، وبالتالي بتسبب له اصابه، في حين هي ما كانت تستطيع انها تسبب الاصابه في حال ما كانش في برايمري انفكشن اثر على الوضع الصحي للهوست. في عنا سب كلينيكال انفكشن او ان ابيرنت از وان ذات داز نوت كوز اني نوتيسيبل illness. السب كلينيكال هذه انفكشن ما يعني ما بتحدث من غير اي اعراض، وهي لكن حدثت، هي انفكشن لكن لم تحدث ولم يظهر اي اعراض على المريض. وفي منه اللي هو احيانا بيكون البوليو فيروس والهيباتيتس اي فيروس. هيباتيتس اي فيروس فيروس في ان كثير من الناس بيصابوا فيه، وبينتقل عن طريق الماء الملوث وعن طريق الفم، وبالتالي في العديد من الناس يصابوا بالهيباتيتس اي ولكن دون حدوث اعراض تذكر عند المريض. هذه بنسميها سب كلينيكال انفكشن. لكن خد بالك الانفكشن حدثت هنا، انفكشن حدثت. يبقى انا في عندي البرايمري انفكشن اللي هي العادي، بخش الميكروب بيعمل مشاكل ويعمل اعراض. سكندري انفكشن الاعراض هذه اضعفت جهاز المناعه، وبالتالي دخلت بعض البكتيريا الضعيفه اللي ما كانتش تعمل قادره على تعمل امراض، اصبحت الان قادره على احداث المرض وسكندري انفكشن نتيجه اللي هو ضعف جهاز المناعه لدى الهوست الناتج عن البرايمري انفكشن. والسب كلينيكال انفكشن طبعا انفكشن حدثت دون وجود اعراض. خلينا بعد ما اخذنا فكره عامه عن الانفكشنز وانواع الانواع الانفكشن من حيث انتشارها في جسم الانسان، خلينا نتكلم عن اللي هو ديفلوبمنت اوف ديزيز، التطور المرض. يعني هو المرض كيف بيكون سيره والبروجريشن تبعه في داخل جسم الانسان، كيف بيتم حدوث هذا السلوك، دورة حياة المرض في داخل جسم الإنسان كيف بتصير. الصحيح أنه الأمراض بتأخذ عدة فترات ومراحل في داخل جسم الإنسان، وهذه المراحل احنا بنسميها development of disease، وكل مرحلة لها خواص خاصية وفترة زمنية تتناسب مع طبيعة المرض نفسه وتتناسب مع الدوز. خلينا نتكلم عن المراحل بالترتيب، يعني من بداية دخول الميكروب إلى داخل جسم الهوست، ونشوف إيش المراحل اللي بتتم لما نصل إلى آخر مرحلة حسب ما يمر معنا الآن إن شاء الله. المرحلة الأولى اللي هو الانكوبيشن بيريود. إحنا الآن بدنا نفترض إنه إحنا أمام حالة إنه في عندي عائل أو هوست، سواء كان إنسان أو حيوان، ودخلت بكتيريا إلى هذا الهوست، وبدنا نبدا الان نفصل البيريودز او المراحل اللي بيخش فيها الهوست. المرحله الاولى اللي بيخش فيها الهوست اللي هو
الانترفال الانكيوبيشن بيريود. الانكيوبيشن بيريود اللي احنا بنسميها فتره الحضانه. فتره الحضانه بالمختصر المفيد هي الفتره اللي بيكون فيها اللي ما بين دخول الميكروب الى بدايه ظهور الاعراض. الميكروب لما بيخش الجسم هو مش ثاني يوم او بعد نص ساعه او ساعه بدها تظهر الاعراض، لا، الميكروب حياخذ فتره لما يستطيع انه هو او يتسبب في ظهور الاعراض. الان من لحظه دخول الميكروب الى الجسم الى فتره ظهور الى بدايه ظهور الاعراض، هذه الفتره احنا بنسميها الانكوبيشن بيريود، اللي هي من لحظه دخول الميكروب الى لحظه ظهور الاعراض. اللي بقول لي انترفال بتوين ذا انيشال انفكشن، بدايه دخول الميكروب الى الجسم، اند ذا فيرست ابييرنس اوف اني ساينز اور سيمبتومز، وظهور اللي هو الاعراض وعلامات المرضيه. بقول لي ان سام ديزيزز ذا انكوبيشن بيريود از اولويز ذا سيم، ان اذر ات از كوايت فيريبل. في بعض الامراض الانكوبيشن بيريود بتكون يعني متساويه، وفي بعض الامراض الاخرى بتكون متغيره ل يعني فاكتورز متعدده يمكن حنذكرها قدام ان شاء الله. التايم اوف انكوبيشن ديبند اون سبيسيفيك مايكرو اورجانيزم انفولد. في عندنا عوامل تؤثر على فتره الانكوبيشن بيريود، بتكون الانكوبيشن بيريود اما تطول او تقصر. لان مين اللي بيحدد ان هذه الفتره تطول او تقصر؟ اللي بيحددها عده عوامل، منها السبيسيفيك مايكرو اورجانيزم انفولد، طبيعه البكتيريا اللي دخلت. طبيعه البكتيريا اللي دخلت هي اللي بتحدد من ضمن المحددات استطاله او قصر اللي هو فتره الحضانه الانكوبيشن بيريود. اتس فيرولنس، الى اي مدى هذه البكتيريا عنيفه وقويه وعندها الامكانيات انها تتسبب بحدوث الاعراض المرضيه. النمبر اوف انفكتنج مايكرو اورجانيزم، قديش عدد البكتيريا اللي دخلت، هذا مهم جدا. فاذا كان عدد البكتيريا اللي دخلت الجسم عدد كبير، مثلا كان جرح ودخلت بكتيريا، الجرح كبير وعميق ودخلت بكتيريا كثيره من تلوث تربه او تلوث مياه، هذا بيكون الدوز كبير. اما اذا كان مثلا قشط وكانت البكتيريا اللي ما تعرضش لمياه ملوثه او تربه او كذا، هذه بتكون يعني الدوز قليل. اذا شرب ماء ملوث حسب تلوث المياه وعدد البكتيريا الملوثه في هذه المياه، وبالتالي عدد البكتيريا اللي دخل هو باحدى المحددات اللي بتجعل من الانكوبيشن بيريود تطول او تقصر. وطبعا الريزيستنس اوف ذا هوست، الحاله الصحيه للعائل، هذا برضو بيحدد الفتره فتره الانكوبيشن بيريود. اذا الانكوبيشن بيريود تطول او تقصر بناء على عده عوامل، اللي هي طبيعه الميكروب نفسه، قديش الميكروب هو عنيف ويمتلك امكانيات احداث للمرض، العدد البكتيريا اللي دخلت جسم الانسان، واللي هو الحاله المرضيه للهوست. هذه الاشياء هي اللي هي بتحدد طول او قصر فتره الانكوبيشن بيريود. بعد الانكوبيشن بيريود بخش المريض في بيريود اسمها برودرومال بيريود. البرودرومال بيريود از ريلاتيفلي شورت بيريود ذات فولو بيريود اوف انكوبيشن ان سام ديزيز. في بعض الامراض بيكون بعد انكوبيشن بيريود بيخش الهوست في مرحله برودرومال، وهذه البرودرومال بتتميز انه السيمبتومز مايلد، بسيطه لكن ظاهره يشعر فيها الانسان، بتكون مايلد وتتمثل في بعض جنرال اكز وماليز، يعني توعك عام واوجاع يعني عامه في الجسم، والماليز اللي هو ارهاق، فهو بيحس في جنرال اكز وماليز. يبقى البرودرومال هي بتاتي مباشره بعد انتهاء فتره الحضانه او الانكوبيشن بيريود، وبتتم فيها هذه البرودرومال ظهور بعض الاعراض الخفيفه اللي ذكرناها. اللي بعد هيك بيدخل الهوست في مرحله البيريود اوف إلنس، وهي المرحله الحقيقيه للمرض. During the period of illness the disease is most severe. هذه المرحله اللي بتكون هي اكثر المراحل بالاعراض بتكون سيفير، خطيره وجديه ومرهقه.
وهذه المرحلة بتكون فيها الوايت بلاد سيل سيلز مي انكريز اور ديكريز. يعني اذا ما يميز هذه المرحلة انه الكرات الدم البيضاء قد يعني تقل او تزداد بناء على الكوزيتيف ايجنت او المسبب لهذا المرض وبناء على ظروف معينة. لكن المرحلة هذه الثالثة اللي هي مرحلة الحقيقية للمرض وظهور الأعراض بشكل حاد وبشكل قوي. بعد هيك البيريود اوف ديكلاين اللي بيبدأ اللي هي ديكلاين يعني التراجع أو الانحدار. During the period of decline the signs and symptoms subside. بتبدأ الأعراض بعد أعراض المرض ما تنتهي البيريود اوف إلنس المرحلة السابقة بيبدأ الأعراض في البيريود اوف ديكلاين تتراجع والسيمتومز تتراجع والفيفر ديكريز الحمى بتقل أيضا وبالشعور العام بالإرهاق والتعب برضو بيقل وبيبدأ الإنسان يشعر بنوع من التحسن من هذه الأعراض. المريض هنا يتماثل للشفاء ولكن هو لم يتماثل بشكل كامل. هو يعني بيكون هنا معرض للسكندري انفكشنز وهنا الخطورة في الموضوع. بعد البيريد اوف ديكلاين بيخش الهوست في البيريد اوف كونفاليسنس اللي هي فترة النقاهة والشفاء التام. During the period of convalescence the person regain strength. يبدأ الإنسان يستعيد قوته وحيويته والبطن return to its pre-disease state ويكون الجسم يرجع للحالة اللي كان فيها قبل المرض. وهنا بنقول recovery has occurred الشفاء تم. الآن أمامي هذا الصورة هذه بتلخص كل اللي حكيناه بالنسبة لمراحل المرض. في عندي هنا اللي هو النمبر اوف مايكروب في الواي اكسس والتايم في الاكس اكسس وهنا بتكون البدايه في المنطقه الاصل هنا اللي هي المنطقه اللي بتعبر عن بدايه دخول الميكروب الى جسم الانسان بدايه دخول الميكروب الى جسم الانسان. هنا الفترة هذه هي فترة incubation period وزي ما حكينا فترة incubation period تطول أو تقصر حسب العوامل اللي احنا ذكرناها. بكون لسه العدد البكتيريا اللي تكاثرت داخل جسم الإنسان أو الهوست لسه قليل فبتاخد فترة اللي هي الهوست من التايم. بعد فترة incubation period بيدخل الهوست في فترة البرودرومال بيريود واحنا قلنا البرودرومال بيريود هذه اللي هي البرودرومال بتكون فيها الاعراض خفيفه وما بتكونش الاعراض لسه سيفير. وليش؟ لانه لسه الميكروب لم يزداد بالعدد بالشكل الكبير. لاحظ انه المنحنى هذا بيمثل اللي هو النمبر اوف مايكروبس بيمثل النمبر اوف مايكروبس اللي هو له علاقه ب السيفيريتي اوف ديزيز. بعد البرودرومال بيريود بيخش الهوست في البيريود اوف إلنس اللي هي مرحله المرض الحقيقي ومرحله ظهور الاعراض بشكل قوي وحاد. وبيكون هنا لاحظوا انه عدد البكتيريا بيزداد. طبعا لما بيزداد عدد البكتيريا بتزداد حده المرض لانه التوكسينز والمشاكل بتكون هنا في زياده وبالتالي هذا اللي هو الخط اللي بيمثل ازدياد عدد البكتيريا وازدياد المصاحب إلها اللي هو الزيادة في حدة الأعراض اللي هي اللي بسببها الميكروب. بيقول لي هنا most severe signs and symptoms هذه الفترات المرض اللي هي الحقيقية والقوية. الآن لما بيصل للبيك بيبدأ هنا طبعا في الفترة هذه بيكون في هنا اللي هي فترة مكافحة من جهاز المناعة ضد البكتيريا وبالتالي هذه الفترة فترة معارك. الآن بيبدأ بعد ما يصل للبيك اللي بيبدأ تخش الهوست في البيريد اوف ديكلاين وفي البيريد اوف ديكلاين قلنا انه الأعراض تبدأ تخف
طبعا الاعراض بتخف، هذا لازم يكون لازم يكون يتناسب تناسبا طرديا مع اللي هو ايش، هبوط مستوى اعداد البكتيريا في الجسم، وبالتالي تبدا هنا اعداد البكتيريا بتقل ويقل معها اللي هو الاعراض والساينز الخاصه بهذا المرض، تبدا الامور بالهبوط والنزول بالنسبه لاعداد البكتيريا وبالنسبه للديزيز سيمتومز، الى ان نصل الى اللي هو البيريد اوف كونفاليسنس. البيريد اوف كونفاليسنس اللي هي فتره النقاهه وفتره استعاده الجسم لحيويته ورجوع الى الحاله الطبيعيه اللي كانت قبل المرض، وبنلاحظ انه ترجع عدد البكتيريا هنا الى الصفر، يعني معناته ما فيش كوزيتيف ايجنت للمرض، ما فيش سيمتومز، والمريض رجع للحاله الطبيعيه تبعته قبل هو دخول الميكروب الى الجسم. هذه اللي هي البيريودز كلها اللي هم اللي بتحدد مسيره المرض في داخل جسم الانسان بدايه من الانفكشن وانتهاء بحاله الكونفاليسنس اللي بتكون موجوده بعد انتهاء اعراض المرض. خلينا نتكلم الان عن السبريد اوف انفكشن، كيف بيتم انتشار المرض الى الانسان، كيف بيتم انتقال العدوى الى الهوست. خلينا نتكلم عن بعض المفاهيم ونشرح كيف بيتم عمليه انتشار المرض الى الهوست. في عندنا الريزرفويرز اوف انفكشن، في الريزرفويرز اللي هم الاشياء اللي هي المخزون الاستراتيجي للانفكشن، المصدر الاستراتيجي للعدوى. هذه الريزرفويرز هي بتكون المنبع ومصدر العدوى للهوست. This source can be either living organism or inanimate object. المصادر العدوى ومنبع العدوى بتكون اما بتكون كائنات حية او كائنات غير حية، ممكن تكون كائنات حية او كائنات غير حية، تتمثل يعني بانها هي تصبح ريزرفوير او مصادر دائمة للعدوى. Such a source is called reservoir of infection. إذا كان الكائن الحي أو غير الحي هو عبارة عن مصدر للعدوى، إحنا بنسميه reservoir of infection. الكائنات الحية ممكن يكون إنسان، ممكن يكون animal، أو ممكن يكون non-living. إحنا قلنا inanimate object ممكن تكون يعني أشياء يعني جمادات، وممكن يكون إنسان أو حيوان، هذا الريزرفوير. طيب إذا كان الإنسان هو الريزرفوير، إذا كان الإنسان هو الريزرفوير بيقول لي many people harbor pathogens and transmit them directly or indirectly to others. بعض الناس بينشر، بيكون عنده ميكروب موجود وهو ينشر وينقل العدوى إلى الآخرين إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. اما بطريقه مباشره يعني باحتكاك المباشر، او بطريقه غير مباشره انه انت تستخدم ادواته اللي هو استخدمها من قبلك، وبالتالي بتصبح هنا العدوى موجوده، او بالتعامل المباشر يعني المصافحه والملامسه والكلام هذا. People with or without signs and symptoms of disease may transmit the disease. وهنا يعني ملاحظه مهمه جدا يجب ان نتطرق لها، وهي انه مش بالضروره انه يكون الانسان الناقل للعدوى انه هو يكون مريض، لا، هو ممكن يكون انسان هيلثي وصحته كويسه ومش ظاهر عليه اي اعراض، لكن حامل للميكروب يستطيع انه هو ينقل العدوى منه الى انسان اخر حتى وان كان ما كانش عليه ظاهره اي اعراض مرضيه، فما لهاش علاقه بالعدوى والقدرة على العدوى والقدرة على نشر الميكروبات، ما لهاش علاقة انه الاعراض موجودة او مش موجودة، الموضوع له علاقة انه هو يحمل في داخله هذا الميكروب وينشره اما directly or indirectly لأذرز. في احيانا بيكون في عند animal reservoirs المصدر العدوى اللي هو الحيوانات، وممكن الحيوانات هذه تكون domestic animals or wild animals. الوايلد انيمال اللي هي الحيوانات البريه،
والدومستيك انيمالز اللي هي الحيوانات اللي بتكون مع بتعيش معنا في البيوت، سواء كان هذه او هذه، ممكن تكون هذه الحيوانات هي ريزرفوير اوف انفكشن وتنقل امراض الى الانسان. والامراض اللي بتنقل عن طريق الحيوانات بسموها زونوزز، والديزيز اللي بتتسبب اللي بتحدث عند الانسان نتيجه انه هي اجته من مصدر انيمال ريزرفويرز بنقول عنها زونوتيك ديزيز. والزونوتيك ديزيز يعني كمثال عليها زي الرابس او مرض الكلب اللي هي الناتج عن عضه الكلاب والباتس والفوكسز. وفي عندنا اللايم ديزيز اللي موجود في تسبب بكتيريا البوريلا او بعض السترينز منها، وهذا اللايم ديزيز بيجي من البراغيث اللي هي بتكون موجوده في الفئران، تنتقل من الفئران الى الانسان. وطبعا البراغيث بتكون حامله بكتيريا البوريلا من الفار ومن الفئران او القوارض، وتنتشر وتنقل عدوى الى الانسان. فهذه مصادر حيوانيه وبنسميها هذه الزونوتيك ديزيز. يبقى في عندي هيومن ريزرفوير، في عندي انيمال ريزرفويرز، واذا من النون ليفنج ريزرفويرز احنا بنقول السويل، والسويل قد تحمل وتحوي بعض المسببات الامراض زي الفطريات، وممكن انها تحمل بعض مسببات الامراض الخطيره زي مرض التيتانوس. مرض التيتانوس اللي هو بتسببها بكتيريا كلوستريدوم تيتاني، وممكن يكون النون ليفنج ريزرفويرز زي الوتر، الميه ممكن تكون هي مصدر العدوى، وخصوصا الماء اذا كان راكد يعني ممكن يسبب. مثال مشهور عليه اللي هو مرض الكوليرا بتسببها بكتيريا الفيبريو كوليرا، او ممكن يكون الماء يحتوي على السلمونيلا طايفي اللي هي بتسبب التايفويد فيفر. يعني الريزرفوير ممكن تكون جمادات، وممكن تكون حيوانات، وممكن تكون انسان. احنا ان شاء الله يعني حنتوقف عند فقرة Transmission of Disease، ونستكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.